إن الطرف الآخر يحبني جدا جدا راح تصدمك صدقني. هو الخصام، الخلافات الدائمة التي تحدث بين الطرفين وبين المتحابين، العتاب، العتاب الدائم، الزعل الذي يحدث دائم. العلاقة عندما تكون هادئة على طول وما فيها أي خصام أو أي عتاب، صدقني إن هذه العلاقة غير صحية. يقول ابن حزم في كتاب طوق الحمامة أن الحب إذا اشتد بين الطرفين وأصبح بنفس الدرجة، حب عظيم بكل طرف من الآخر، يكثر بينهم الاصطدام والخلاف والنزاع والخصام، وسرعان ما يعودون ويرجعون، لأن هنالك حب صادق. الخصام من أقوى علامات الحب بين الطرفين. بعضهم لا يتوقع أنه كره، أو يتوقع أنه هذاك الإنسان لا ما يحبني، أو كذا وكذا، أو الشخص هذا حاقد علي. لا صدقني، الحب دائما يتغير لكل التغيرات، الحب دائما يتعرض لكل التغيرات. ولا تنسون تصلوا على النبي.